أخبار اليوم. إذا كان الفن هو القيمة الإنسانية التي يتمتع بها كل البشر جميعا من أقصى الأرض إلى أقصاها، فلا جدال أن الفن هذه الصورة وهذا المعنى له معنى عالي جدا وكبير جدا. وكما قال العظماء السابقون أن أي دولة متحضرة لابد أن تتكون من 4 عناصر: موارد اقتصادية ونظام سياسي وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وآداب. أنا أعتقد أن مصر تمتع بهذه العناصر الأربعة، تتمتع بالموارد الاقتصادية العظيمة جدا جدا، تتمتع بالتقاليد الاجتماعية، تتمتع بالفنون والآداب، وتتمتع بالأرض السياسية عظيمة جدا جدا. مصر على مر التاريخ وأثبت على الجدران معنى ما أقول وهذا: مصر دار للخلود. قبل أن تكون أي دولة أخرى تتغنى بمادتها وبأصولها، ولكن مصر هي التي أمدت العالم بهذه الأصول وهذه المادة العظيمة. فلتحيا مصر، ويحيا أبناء مصر، ويحيا جيش مصر.